شو ناطر لبنان بعد الجراد؟ شو ناطرنا بعد استقالة الحكومة؟ سعد الحريري بالسرايا أو لا؟ تاريخ يشهد. بشار الأسد، هل قربت النهاية أم رح يطول المسلسل؟ شو دور وليد جنبلاط بالانتخابات؟ شو رح يجمع عون فرنجي وجعجع بالرابي؟ الرئيس بري، هل رح يكون عراب الوفاء بين 8 و 14؟ شو جديد ليلى عبد اللطيف بتاريخ يشهد مع ماتيلدا فرج الله؟ لأحد مباشرة بعد الأخبار على الـ LBCI والـ LDC.